هو انت يعني ما كنتش عارف ان هيطلبوا الورق ده؟ مشددين قوي على المهاجرين دلوقتي، كان مجرد غلاسه مش اكتر يعني. لا دي غلاسه فعلا يا ابني، بقول لك كاتب كتابي بالليل ورايا مليون الف حاجه. خلاص يبقى كده ناكل الموضوع كله الاسبوع الجاي. ماشي مفيش مشكله، انا كده كده هحط سمه الجواز مع ورق الهجره عشان فريده تسافر معايا بسرعه. تقريبا ده هياخد اسبوع صح؟ الف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. ماشي هكلمك كمان شويه. يا عم في ايه خضتني انت؟ ايه ما بتنامش؟ هجره ايه اللي بتتكلم عليها تاني يا علي؟ عايز تاخد فريده وتهاجر؟ عايز تقهر قلب امك وامها؟ انت عارف اللي انت ممكن تعمله ده يعمل فيهم ايه؟ ادم قامش مش عارف عايش هنا. ما انت عايش اهو زي الفل واحسن من غيرك كتير. انت ما تعرفش اللي مش عايشين شكلهم عامل ايه. بص انا خلاص اخدت قرار. قرار؟ هو انت مش قلت لي ان الموضوع كان مجرد فكره؟ ولا انت بقى كنت بتلف عليا عشان تحطنا قدام الامر الواقع؟ ممكن تسمعني مره واحده؟ مره واحده بس. انا لازم اشوف مستقبلي وعايز اجرب في مكان جديد. وانت عاجبك حالي؟ ما تبقاش اناني يا علي، ولو انت مش فارق معاك امك وممكن تسيبها وتسافر عادي بالنسبه لك، ما تحرمش طنطنان من فريده وتكسر فرحتها بيها. ولو هي موافقاك على اللي انت هتعمله ده تبقى هي كمان مجنونه زيك. طب قول لي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اجوز فريده واعيش مع امي في البيت؟ ونخلف كده؟ اصرف على ولادي ازاي؟ وانت فاكر يعني ان انت لما تهاجر الدنيا هتفتح لك دراعاتها وتاخدك بالاحضان؟ على الاقل اكون جربت. يا ابني جرب في بلدك وبعد كده فكر في الهجره براحتك. شيل موضوع السفر ده من دماغك خلاص يا علي، وانا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. وبالنسبه لموضوع شغلك سيبهولي انا هساعدك فيه. خلاص بقى يالا، ده انت عايز لزقه. يلا يلا روح شوف حالك بقى هتعمل ايه، انت لسه اليوم قدامك طويل. ماشي طب هات باكيت ماني. يلا يا عم توكل على الله افطر. يلا يا عم. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.